السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مشغل الذكاء الاصطناعي عبارة عن ايه؟ ان انت تكتب تكست هو يحوله لك ل 3D ديزاين. يعني زمان كنت تقعد ترسم بغرفة وتاخد وقت ترسم الحوايط و لا، انت ممكن تكتب له تقول له حط لي مثلا فرنتشر، يبقى هو يحطه لك، ارسم لي غرفة يروح حطها لك، كل ده بتكست. يعني هو بيحول التكست لتصميم زي ما انت شايف. ممكن تقول له غير لي اللون، غير لي الماتيريال بالكتابة. ممكن تقول له الحيطة دي خليها لي ازاز فيعمل لك ازاز. اعمل لي البيل في كوانتيتي يبدأ يعملها لك، يطلعها لك على طول. تدي له ابعاد الغرفة، ليفنج روم 4 متر في 5 متر في 3 متر، يبدأ ان هو يعمل لك الغرفة دي على طول. طب كبرها لي، يروح مكبرها لك. حط لي التكستشر الفلانية، يروح حطها لك. فده يعني مستقبل التصميم في الفترة اللي جاية إن شاء الله. مجرد كلمات هو يبدأ يعمل لك كل حاجة أنت بتفكر فيها.